اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل الريح فيها شر اشابت شر اشابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَنَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ وموتوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط Inna Allah bima yamalun muhyid, wa idzghadawat min ahlikatubawiul muminin makwa idalil qital. Wa almahusami. إِذْ هَمَّ الطَّايفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين بلاء إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددهكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما وما النشر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم ويعذبهم فانهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ شَلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ